والآن مع المقطع الثالث وحل بعض المسائل المتعلقة بالمومنتوم والإمبلس. نذكر دائما نفس الإرشادات. إذن في البداية الطالب يجب أن يفهم المسألة ويحاول يرسم المسألة ويحدد المسألة قبل التصادم وبعد التصادم، إذن يرسم السرعة، المومنتا، اتجاه القوة إذا كان معطى، وبالطبع يختار إذن اتجاه الإحداثيات. إذن establish a coordinate system، إذن نعرف ما هو الاتجاه الموجب للإكس، ما هو الاتجاه الموجب للواي، وبالطبع الفيلوسيتيز سوف تكون في هذا السياق هذا. إذن مثلا إذا اخترنا إكس موجب إلى اليمين كما اتفقنا في كل الشابترات، إذا السرعة إلى اليمين سوف تكون موجبة والسرعة إلى اليسار سوف تكون سالبة بالطبع. إذا نعرف إذا باستعمال الرموز المناسبة ونعدد ما هي الأشياء المعروفة والأشياء المطلوبة أو المجاهيل. في التمرين الموالي، إذا 150 جرام baseball is thrown with a speed of 20 meter per second. It is hit straight back toward the pitcher at a speed of 40 meter per second. إذا هناك رد فعل للكرة في الاتجاه المعاكس. إذا في البداية حتما السرعة البدائية سوف تكون 20 متر على ثانية في الاتجاه إلى اليمين، وبعد الضرب 40 متر على ثانية سوف تتجه إلى اليسار سوف تكون بالطبع سالبة. The impulsive force of the bat، إذا المضرب on the ball has the shape shown in the figure. إذا الشكل هذا شفناه من قبل. إذا عندنا فترة زمنية مقدارها 0.60 ملي سكندز وقوة متغيرة بانتظام إلى غاية F max وتنزل إلى غاية الصفر. What is the maximum force Fmax that the bat exerts on the ball? وثانيا What is the average force that the bat exerts on the ball? بالطبع شفنا في تمرين سابق مشابه أن العلاقة ما بين Fmax من الهندسة هي تماما مرتين القوة الأفريج المكافئة. تمام؟ إذا يكفينا أن نلقى قيمة الـ Fmax أو الـ Average ونلقى القوة الثانية إما بالضرب على باثنين أو بالقسمة باثنين. إذا مرة ثانية إشارة أن الكرة تسير في اتجاه قبل التصادم وبعد ضربها سوف تسير في الاتجاه المعاكس. إذا هذه العملية إذا قبل وبعد التصادم. إذا سوف نحترم ما هو الموجب وما هو السالب في هذه الحالة هذه. وبالتحديد سوف نعتمد أن قوتنا قوة الضرب Fx موجبة، إذا موجهة إذا من اليسار إلى اليمين، وفي هذا الحال إذا الكرة سوف تأتينا من اليمين إلى اليسار في الفترة الأولى، وبعد ضربها سوف ترجع إلى اليمين. إذا هنا عندنا الحالة المعاكسة. إذا في البداية السرعة سوف تكون سالبة وفي النهاية السرعة سوف تكون موجبة. إذا بعد ما نقوم بالرسمة، إذا هذه الحالة قبل التصادم، إذا السبيد 20 والفيلوسيتي ناقص 20 متر على ثانية، هذه قيمة الكتلة. وبعد الضرب، إذا القوة موجهة إلى اليمين، إذا كانت قوة الضرب موجهة إلى اليمين، الإمبلس والدلتا بي سوف يتوجه أيضا إلى اليمين، كل الثلاثة عندهم نفس الاتجاه. وفي الأخير تتحصل على سرعة نهائية مقدارها 40 متر على الثانية. إذا نحسب قيمة الدلتا بي في العملية. إذا هنا الإحداثية الوحيدة هي X. إذا دلتا بي هو M مضروب في F ناقص M مضروب في I. إذا هو 0.15 40 إذا زائد 40 وناقص ناقص 20. وبالتالي سوف نجمع 40 مع 20 60 ونضرب ب 0.15 ونلقاه في الأخير 9 كيلوغرام متر على الثانية. الإمبلس هو بطبع المساحة تحت المثلث، والمساحة هي نص المستطيل الكبير اللي شفناه اللي هو بارتفاع F max ومضروب بدلتا T اللي هو 60 ملي ثانية. هذه إذا 60 ملي ثانية، عفوا 0.6 ملي ثانية. أوكي، إذا حولناه إلى ثواني يعطينا 6 مضروب ب 10 أس سالب 4، وفي هذا الحال نتحصل على F max مضروب ب 3 مضروب ب10 أس سالب 4 ثانية. وبما أن J هو تماما دلتا P
إذا 9 سوف تساوي هذه الكمية هذه، ومن هذه المعادلة نستخرج قيمة F max. وقيمة F max إذا هي 30,000 نيوتن. وإذا F average بالطبع هي نص القيمة هذه، تمام، ونتحصل على F average تساوي 15,000 نيوتن. ومن جديد نعيد نرجع مرة ثانية إلى التقريب اللي عملناه في مرحلة معينة من المحاضرة، وقلنا أنه أثناء عملية القذف فهناك مجموعة من القوى الخارجية التي تؤثر على الجسم، منها إذا قوة الضرب نفسها اللي هي عدلناها بالقوة المتوسط F average، والقوى العادية بين قوسين اللي هي الوزن والاحتكاكات المختلفة إلى آخره. وقلنا أن قوة الضرب أو الـ F average قيمتها كبيرة جدا بالمقارنة مع القوى الأخرى، وهنا إذا إثبات لهذا النقطة هذه. وشايفين لهنا قيمة الـ F max أو F average 15,000 أو 30,000 نيوتن، إذا نحن في حدود إذا 10^4 نيوتن. أما الوزن فالكرة هذه كتلتها 0.15 كيلوغرام، إذا وزنها ما يتعداش 0.15 مضروب ب 9.8، يعني تقريبا 1.5 نيوتن. إذا قارنا 1.5 نيوتن مع 15,000 فنلاحظ ونؤكد أن قوة الضرب عادة كبيرة جدا بالمقارنة مع القوى الأخرى. وهذا اللي نسميه أو هذا التقريب هذا اللي يعرف تحت اسم The Impulse Approximation. التقريب هو الأبروكسيميشن. إذن The Impulse Approximation states that we can ignore the small forces that act during the brief time of the impulsive force. We consider only the momenta and velocities immediately before and immediately after the collisions. وبين قوسين ماذا يحدث أثناء التصادم؟ فبالنسبة لنا هذا سوف يكون بمثابة علبة سوداء، فنهتم فقط بالحركة إذن السرع والأجسام قبل التصادم، ونفس الشيء بعد التصادم، وباستعمال إذن الفروق دلتا بي ما بين النهاية والبداية نتحصل على معلومات سواء كان على فترة التصادم أو القوة المتوسطة قوة التصادم إلى آخره. إذا تذكروا دائما أن هذا التقريب هذا The Impulse Approximation إذا يحدد أو عدديا يقولنا أن قوة القذف أثناء القذف أو التصادم فهي كبيرة جدا بالمقارنة مع القوى العادية. في المثال إذا مطلوب حساب تغير المومنتوم دلتا بي، إذا في البداية لدينا 10 كيلوغرام متجهة إلى اليسار ب 2 متر على ثانية، إذا الإمبلس في البداية بي آي يساوي تماما 10 مضروب بناقص 2، إذا يساوي ناقص 20 كيلوغرام متر على الثانية في البداية، وفي النهاية إذا نفس 10 مضروب ب1 إلى اليمين، وإذا بي إف يساوي 10 مضروب بواحد يساوي إذن 10 كيلوغرام متر على ثانية، والفرق وش هو؟ هو 10 ناقص ناقص 20، إذن 10 زائد 20 وبالتالي يساوي زائد 30 وبالطبع موجه إلى اليمين. التمرين يقول a 500 kilogram rocket sled is coasting at 20 meter per second. coasting معناه يسير أو إذا تستعمل في الملاحة، إذا يسير بسرعة منتظمة، إذا سرعة نسموها أيضا سرعة سفرية. إذا الكتلة 500 كيلوغرام والسرعة البدائية 20 متر على ثانية، وبالطبع سوف نوجهها إلى اليمين. It then turns on its rocket engines for 5 seconds. إذا يستعمل المحرك مدة 5 ثواني، هذا إذا دلتا تي with a thrust of 1000 نيوتن، إذا قوة الدفع من المحرك إذا the thrust force هي 1000 نيوتن، وهي بمثابة إذا قوة الدفع المتوسط الثابتة، إذا F average تساوي 1000 نيوتن. بالطبع القوة هذه سوف تزيد في سرعة الصاروخ. إذا what is its final speed؟
بالطبع لهنا. إذا السرعة البدائية في اي موجهة إلى اليمين، قوة الدفع والدلتا بي والجي موجهين إلى اليمين، وحتما في اف سوف تتوجه إلى اليمين وسوف تتزايد. إذا سوف نتنبأ بسرعة أكبر إلى اليمين. إذا في البداية بالطبع نحسب الإمبلس، إذا اف افريج مضروب ب دلتا تي ونتحصل على 5000 نيوتن ثانية. إذا هذا قيمة الجي، والجي يساوي دلتا بي. تمام، إذا التغير في السرعة دلتا في هو دلتا بي تقسيم ام. إذا دلتا بي 5000 تقسيم الكتلة 500 كيلوغرام يعطيني إذا تغير دلتا في مقداره 10 متر على ثانية. إذا حتما في اف سوف تساوي 20 مضاف إليها 10 وتعطينا في الأخير 30 متر على الثانية. المثال إذا حول توقيف سيارة. إذا بالطبع هنا سوف نقارن مسافة التوقيف. مسافة التوقيف سوف تعطينا في حالتين مختلفتين. الحالة الأولى نستعمل إذا مجموعة من خزانات الماء على مسافة 20 متر. إذا هنا التوقف يكون على المسافة 20 متر. وفي الحالة الثانية إذا ما فيه ولا شيء، إذا السيارة سوف تستعمل مباشرة المنطقة الأمامية اللي هي الكرامبل زون. كرامبل زون هي المنطقة التي عندما تتشوه تستوعب إذا كل طاقة التحطم التصادم، وهذا المنطقة هذه إذا سوف نقربها إلى 1 متر. إذا في الحالة الأولى نوقف السيارة على مسافة 20 متر، وفي الحالة الثانية نوقف السيارة على مسافة 1 متر. وسوف نفترض إذا سرعة عفوا أو تسارع، إذا التسارع هنا إذا تسارع توقيف، إذا التسارع سوف يكون سالب، وإذا سالب إذا علامته لا تهم كثيرا، قيمته العددية هي المهمة، ولكن هو تسارع لتوقيف السيارة. إذا سوف نفترضه ثابت. إذا السيارة في البداية إذا سرعتها البدائية 20 متر على الثانية، هذا في اي crashes into a bridge abutment. إذا الابيوتمنت هي منطقة الجسر التي ترتبط بالأرضية. estimate the force on the driver if the driver is stopped by. إذا في هذا الحالتين هذو بالطبع التوقف سوف يكون إذا بسرعة نهائية في اف تساوي صفر. لدينا إذا العلاقة الإضافية، إذا تتذكرون من الشابتر 2 العلاقة الإضافية تقول أنه السرعة النهائية تربيع ناقص السرعة البدائية تربيع يساوي 2 مضروب بالتسارع مضروب بدلتا إكس. إذا دلتا إكس في الحالة الأولى يساوي 20 متر، وفي الحالة الثانية يساوي 1 متر، ونريد التسارع من هذه المعادلة. إذا المعادلة فيها في تربيع نهائي عفوا في اف تربيع نهائي اذا صفر تربيع ناقص في اي تربيع اذا ناقص 400. اذا عملت الحساب في الحاله الاولى سوف تلقاو قيمه التسارع اذا سالب بالطبع، ولكن عدديا قيمته 10 متر على الثانيه، على الثانيه تربيع عفوا. واذا عملت الحساب في الحاله الثانيه 1 متر تلقاو بالطبع 20 مره 10، إذا تلقاو 200 متر على ثانية تربيع. إذا تسارع كبير جدا لتوقيف الشخص في الحالة الثانية وتوقيف المجموعة. في الحالة الأولى بالطبع نريد ممكن مثلا ممكن نحسب فترة التوقف، ليست مطلوبة ولكن ممكن نعملها حساب. إذا نكتب أن التسارع بما أنه يساوي ثابت، التسارع يساوي دلتا في تقسيم دلتا تي. إذا حتما دلتا تي سوف يساوي دلتا في تقسيم أي. دلتا في يساوي إذا صفر ناقص 20 هو تقسيم أي. إذا في الحالة الأولى 10، إذا في الحالة الأولى سوف نلقى فترة توقف مقدارها 2 ثانية، وفي الحالة الثانية سوف نلقى تماما 2 تقسيم 20 يعني 0.1 ثانية. إذا فترة قصيرة جدا في الحالة الثانية، هذه فقط كزيادة للحساب. والآن نريد قوة التوقيف. إذا هذه بالطبع هي الـ F average التي سوف تنتج في الحالة الأولى عن طريق الـ acceleration. إذا القوة F average تساوي الـ acceleration مضروب بـ M. إذا ناخذ مثلا على سبيل المثال كتلة متوسطة مثلا 60 كيلوغرام أو 80 كيلوغرام. إذا أخذت مثلا 80 كيلوغرام فالقوة في الحالة الأولى سوف تكون 80 مضروب بالتسارع اللي لقيته في الحالة الأولى يعني 10. إذا مقدار القوة في الحالة الأولى هي 800 نيوتن يعني تقريبا وزن الشخص.
إذا قوة توقيفه هي تقريبا وزنه، وبالتالي لا تعتبر قوة كبيرة جدا. أما في الحالة الثانية فالكتلة 80 كيلوغرام يجب ضربها بالتسارع لتحسبه في الحالة الثانية، واللي هو 20 مرة 10 يعني 200 متر على ثانية تربيع. إذا 80 مضروب ب200 يعطيكم إذا 16000 نيوتن، وهذه بالطبع قوة كبيرة جدا. وهذا يدل على أنه الحالة الثانية فهي حالة خطيرة جدا على السائق، لأن قوة توقيفه وبالتالي سوف تكون بالطبع قوة خطيرة عليه كبيرة جدا بالمقارنة مع وزنه. إذا الحالة الأولى بالطبع مفضلة، ولهذا السبب بعض الأحيان نوضع أجهزة أمام الأماكن الخطيرة لتجنب الحوادث الخطيرة. وهذه الأجهزة هدفها وش هو؟ هدفها هو إذا تمديد الفترة الزمنية اللي يستغرقها الحادث، إذا التصادم. ففي الحالة الأولى شايفين وضعنا 20 متر ماء بحيث تحصلنا على دلتا تي يساوي ثانيتين، على عكس الحالة الثانية بدون أي حماية. فتلاحظوا أن حساب الدلتا تي يعطيكم 0.1 ثانية، إذا فترة زمنية قصيرة جدا.